السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا مشاهدي قناة مصر الزراعية في مصر وفي العالم كله، معاكم في حلقة جديدة من برنامج أبحاث علمية من داخل إحدى قلاع البحث العلمي في مصر لمواجهة مرض السرطان. مستشفى 57-357 مستشفى خيري، مستشفى مهمته مش علاج السرطان ولكن مهمته القضاء على السرطان، لذلك هنلاقي لهم مشروعات كتير جدا ولقيتهم يعني هنلاقيهم شغالين في حاجات كتير جدا ليها علاقة بالقضاء على السرطان. ما بيكتفوش فقط بعلاج السرطان، الناس دي بتعالج مرضى السرطان المقيمين على أرض مصر سواء كانوا مصريين أو كانوا عرب، وكله بالمجان زي ما حضراتكم عارفين. أي حد هيخش هذه المستشفى لازم في شخصية هيقف عندها، الشخصية دي هي عبارة عن مهرج بألوانه الجميلة، عامل الميك اب بتاعه، عامل ابتسامة عريضة جدا على وشه، كله ألوان مبهجة، شخصية مبهجة جدا، دايما بيكون لها اسم. في هذه المستشفى بيكون اسمه عم كروان أو عمو كروان، ده اسمه، لكن الحقيقة أنه هو الأستاذ مفيد عيسى، ماجستير في الإرشاد الأسري والتربوي وتعديل السلوك والعلاج بالفن. يعني حتى وجود هذا الشخص هو وجود مبني على بحث علمي له علاقة بنتائج الشفاء عشان تقترب من النتائج العالمية. برحب بحضرتك، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. طب أنت الشخصية الأكثر شهرة في مستشفى 57. أنا أقل واحد في 57 خالص يعني. بس أنت الأقرب إلى قلوب الأطفال دايما. دي حياتنا وده عمرنا كله، لازم نكون قريبين من الأطفال، لازم يعني مش هنبقى كل حاجة على الأطفال، لازم يكون في حاجة دايما مبهجة بالنسبة لهم، يكون في حاجة دايما مريحة بالنسبة لهم، حاجة يحبوا المكان عشان يقدروا يجوا ليها، فاحنا بنوفر كل حاجة تفرحهم وتبسطهم. طيب ده كلام ممكن يستوعبه كل اي حد يتفرج علينا بشكل كده يعني ايه مش متخصص، لكن انا عايز اقول ان اللي انت بتعمله ده له علاج، له علاقة بنسب الشفاء، وده بناء على ابحاث علمية تمت في هذا المجال. تقدر تقول لي وجود حضرتك النهاردة ممكن يزود الحالة او يزود العلاج بنسبة قد ايه، او يساعد في الشفاء بنسبة قد ايه؟ انا عايز اقول لحضرتك ان مرض الكانسر نفسه هو مرض مش سهل ومرض صعب جدا، وكل الناس عارف حاجة زي كده. الحالة النفسية للطفلة ما كانتش متظبطة كويس جدا وفي اعلى درجات منها، عمر العلاج ما هيستجاب للطفل ابدا. فانت لازم تهيئ له جو مناسب جدا بحيث ان المناعة عنده دايما تفضل مرفوعة، يستجيب للعلاج، يكون عنده امل لبكرة. فانت لما تبقى بتشتغل على الطفل وانت ملون وشك ومديله الوان، مديله بهجه، مديله امل للحياه، فهو لازم يستجيب معاك. في اطفال بتاخد معانا فتره كبيره بس بنحاول معاها لحد ما نوصل معاها برضو لنسب الشفاء العالميه اللي احنا برضو نتمنى ان احنا نوصل لها باذن الله. عايز اسالك سؤال مهم جدا. اكيد في رحله الشفاء من مرض السرطان بعض المحطات اللي بتستلزم وجودك، يعني اعتقد يعني في لحظات صعبة يعني في وقت العلاج مع الأطفال بتستلزم وجودك، إيه هي أشهر هذه اللحظات؟ في حاجات كتيرة جدا، يعني ممكن موقف من ضمنها كان من قريب خالص، من حوالي بالضبط شهر، كان في بنوتة اسمها خديجة دخلت تعمل عملية، فهي مش عايزة تخش العمليات، أنا خايف أخش العمليات، أصل أنا في العمليات جوه أنا عارفة إن أنتوا بتعملوا حاجات كده مش كويسة. قلت لها لا يا خديجة، احنا في العمليه بنعمل حاجه تانية خالص، تيجي نعرف ايه هي؟ قالت لي طب وريني، ما دام انت هتخش وتوريني انا هخش العمليات. فلما تاخد الطفله وتخش في تجهيز العمليات، تشغل اغاني وانت بترقص مع الطفله وبتجهزها لحد ما تتخدر، تفكير الطفله عن العمليات هيتغير خالص. مجرد ان انت حتى تجهيز العمليه ان انت توريها قد ايه انت بتبسطها، واديها توريها ان الحاجه الدنيا بسيطه قوي، وتوريها قد ايه ان دي مش حاجه صعبه قوي، مفهوم جديد، فكر جديد. فما بالك ان انت لما بتعمل كل حاجه دي للطفل نفسيته مش هتتغير؟ اكيد هتتغير. طبعا الاستاذه مريم المخرجه حتى هتعرض دلوقتي طفله خديجه وهي بتستعد للعمليه بقى وعماله بترقص وبتتنطط زي ما شفناها في الفيديو كده. طيب خليني اتكلم بشكل علمي، هذه الحاله من السعاده ايه بتاثر على ايه في جسم الطفل او في جسم المريض تخلي نسب الشفاء ترتفع؟ لان انا اكيد الموضوع مش اعتباطا يعني. لا 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 خالص، احنا دايما بنشتغل على المناعه، لازم المناعه دايما تكون مرتفعه. الكيمو دايما بيخلي المناعه دايما تنزل في الجسم، طول ما المناعه واقعه في الجسم ده بيبقى حاجه خطر جدا على الطفل وعلى الاطفال في المستشفى عامه. انك لازم ترفع المناعه، احنا مثلا في قسم الارت ثيرابي احنا بنطلع كامبات دايما للاولاد، بنروح في اماكن طبيعيه، محميات طبيعيه زي مثلا اسوان زي سيوه،
احنا بنحلل الاولاد المناعه قبل ما بنمشي وبعد لما بنرجع على طول. تخيل لما بتدي كل حاجه حلوه ولا بتعمل له مديتيشن وبتوري له الوان وبتتكلم عن دايما عن الحب والخير، الخير اللي جوانا، الخير اللي موجود حوالينا، الخير اللي موجود في كل انسان، الخير الموجود جواك اللي ممكن تطلعه. الحب، الحب بيصنع كل شيء، لان انت بتتعامل مع الولد هي مش وظيفه، هو حب نابع من جوانا فاحنا بنتعامل معاه. تخيل لما الطفل يلاقي كميه الحب دي كلها طالعه له، مش هيبقى ليه امل في الحياه؟ ده انا لقيت حد بيحبني، ده انا لقيت حد بيديني حضن في بعض الناس كتير جدا بتهرب مني. الموضوع ده على طول يترجم لارتفاع نسب مناعه على طول واجسام مضاده ترتفع في الجسم. انت موفر له كل حاجه، بتدي له امل في الحياه، مش هيستجيب معاك؟ لازم يستجيب معاك. ده في اولاد مجرد بس انت بتدي له حضن، بتحضنه كده، بتاخده في حضنك، بتلاقي كل حاجه بتنتهي. الولد سواء حزين او بيعيط او متضايق بيقول لك خليني قاعد في حضنك، حاسس بدفء، حاسس ان في حد بيحبه مش لمصلحه، حاسس ان حد بيحبه مش بيشفق عليه، ودي تفرق كتير قوي. لازم المناعه ترتفع، لازم يستجيب دايما للعلاج، لازم يستجيب للحب اللي انت بتديه له. هذا الحب وهذا الحضن يظبط ضربات القلب، ويظبط مستوى السكر، يظبط مستوى الانسولين في الجسم، يرفع المناعه، يزود الاجسام المضاده. يعني احنا بنتكلم في موضوع برضه قد يبدو عاطفي لكن هو في لبه وفي اصله هو موضوع علمي جدا جدا جدا، واللي بيحصل هنا يعني بيحصل بشكل علمي ومحسوب جدا جدا. ما هنا المناعه لما ترتفع انت هتوفر كمان ابره مناعك، انت هتديها له، هو مناعته اترفعت من غير ما تديله دواء، فانا وفرت دواء يخش جسمه جوه، فانا بقلل نسبه الدواء اللي بتخش جسمه. يعني احنا بنرفع مناعه من غير ادويه، من غير علاج، ودي طبعا دي حاجه اعجاز، حاجه مش عاديه، حاجه مش سهله. يعني اذا رفع المناعه هو موضوع مرتبط تماما بالبروتوكولات العلاج. طبعا يعني لازم ما افقدش المناعه بتاعتي، وانا ما افقدش مناعه الطفل وانا بعالجه، والا ابقى جبت له مرض جديد او تسببت له في مرض جديد. طول ما المناعه دايما قليله في الجسم ممكن يستقبل اي ميكروب، ممكن يستقبل اي حاجه كده. دايما احنا بناخد بالنا قوي في المستشفى انا طبعا حاجه زي كده قوي، فاحنا بقى هدفنا دايما نرفع المناعه، بس عن طريق الفن، الحب، الضحكه، البسمه، الموسيقى، كل انواع الفن اللي ممكن تديها له، وفي نفس الوقت انك تعدل سلوكه. طبعا الولد لما بياخد علاج وبياخد كيمو سلوكياته بتتغير، تصرفاته بتتغير. احنا هنا في 57 بنعالج الولد صحيا، بنعالجه نفسيا، بنعالجه سلوكيا. بعد ما يخلص رحله المرض دي كلها عايزينه يطلع للمجتمع يبقى مواطن صالح، بالعكس يستفاد من رحله علاجه دي كلها ويبقى انسان كويس جدا جدا جدا. استاذ مفيد، او زي ما بيسموك هنا عم كروان المحبوب من الجميع، انا عايز اسالك، وحضرتك محضر ماجستير في موضوع تعديل السلوك والارشاد الاسري والتربوي، وانت الاكثر درايه بالتغيرات السلوكيه التي تطرا على مريض السرطان قبل العلاج، انت الادرى كمان بالتغيرات السلوكيه اللي بتيجي بتحصل للطفل بعد ما يتعرض للعلاج الاشعاعي والكيماوي. عايز اعرف من حضرتك هذه التغيرات، ايه اللي بتغير في سلوك الطفل لما يعرف ان عنده سرطان، ايه اللي بتغير في سلوك الطفل لما ياخد كيماوي او ياخد اشعاعي؟ هو بتتصنف بنسبه المراحل العمريه. الطفل الصغير قوي مش هيدرك يعني ايه كانسر او يعني ايه سرطان، لكن الاطفال المدركه الكبيره شويه اللي هي ما بتقرب من فوق 12 سنه لحد سن 16 سنه بيبقوا مدركين يعني ايه شويه يعني ايه كانسر. الانسان لما يكون عنده دور برد بسيط قوي وبيروح للدكتور يقول انت هتاخد ابره مضاد حيوي مثلا ولا حاجه، بيبقى متضايق جدا جدا قوي قوي وتعبان، ومجرد ابره ما بالك بتجيب طفل يبقى عنده تحاليل دايما، بياخد كانولات دايما، يتشكشك دايما، بياخد علاج، كل الحاجه دي جديده عليه. خدت ولد من بيلعب كوره، بيتفسح، بيروح مع اصحابه في المدرسه، كل الحاجات دي بتتغير. واوقات كتيره طبعا بيتحرم من الحاجات دي شويه لانه موجود هنا في المستشفى، طبعا ما بيروحش يشوف اصدقائه، بيشوف زمايله، كل ده تغيير عليه جديد، سلوكياته بتتغير، يبقى عصبي شويه مثلا، بيبقى في عصبيه في بعض الاشخاص، بيبقى في انطوائيه من بعض الاطفال. في ولد مثلا باباه ومامته مدلعينه قوي قوي مثلا، فانت متخيل مثلا تشاء الظروف مثلا ممكن الولد يتحجز في الرعايه مثلا، ما بالك هو ما بيتحرمش من والدته ابدا، هتجيبه وتحجز في الرعايه مثلا لمده اسبوع او 10 ايام، ازاي؟ دي حاجه بتبقى صعبه، مش سهله بالنسبه له ابدا، سلوكياته بتتغير، ببقى نرفوز، ببقى صعب جدا. احنا ممكن ساعات بنقابل حالات ممكن مثلا ولد بيشد الكانولات من ايده، انا لا مش عايز اخد علاج. فهنا بقى انك ازاي انك تديله الامان وتحسسه ان احنا موجودين معاه زيه زي مامته زي بابا بالظبط. في حالات بتاخد وقت معانا، في حالات بتاخد وقت قليل جدا، كل ده بيبقى حسب برضو استقبال الولد للاشخاص اللي حواليه وللسلوكيات اللي حواليه وتفاعله للدنيا حواليه. لكن دي حاجه مهمه،
حاجة مهمة جدا جدا. الولد أكتر الأولاد بنسبة 90% بعد أول ما بتدوا العلاج تصرفاتهم بتتغير. عشان كده تعديل السلوك مهم جدا، ده لازم. طيب ما تقول لي بقى كمان وساعدني وساعد، يمكن مش كل الناس لها الحظ انها تتعالج من السرطان في مستشفى 57، في ناس كتير قوي بتتعالج في السرطان بره في مستشفيات بره، في دكاتره كتير قوي ممكن يكونوا بيتفرجوا علينا دلوقتي ما اكتسبوش الخبرات اللي موجوده في 57. عايزك تقول لي ما هي اهم التعديلات السلوكيه او اهم الحاجات اللي المفروض المحيطين بمريض السرطان يكونوا على درايه بيها؟ هو لازم يكون في توعيه دايما، وبنصح كل اب وام عندهم مريض كانسر موجود معهم في بيتهم او جارهم، اسال واستشير حد يكون عنده خبره في موضوع تعديل السلوك، في موضوع التعايش مع الطفل او مع الشخص اللي عنده كانسر، ازاي اتعامل معاه. انا كاب وكام موجودين ظروفهم دايما الاقتصاديه او ظروفهم المعيشيه، وخصوصا لما بيكون في عندهم طفل مريض، دايما بيقول لك كده اللي عنده طفل مريض في البيت هو بقى مريض اكتر من الطفل المريض. صحيح. فسلوك الام بيتغير، الام ساعات من كتر ما هي تعبانه بيبقى فيه نرفزه، بيبقى فيه عدم توازن في السلوك، فهي مش عارفه تتعامل مع طفل. فانت لازم تسالي حد مختص انك تعرفي تتعاملي مع طفلك ازاي. لازم يكون عندك تهديد سلوك اكتر من كده، يكون عندك صدر رحب اكتر بكتير قوي. لازم يبقى في ألفة ما بين الطفل وما بين الام وما بين الاب، لان دايما الطفل هيجي عندي هنا يقعد شويه صغيرين، لكن هيروح البيت هيقعد وقت كبير جدا، هو عايش معاكم في البيت. والطفل سلوكياته هتنعكس من سلوكيات الاب والام والناس المحيطه بيه. طيب البيئه المحيطه بمريض السرطان المفروض يكون شكلها ايه؟ لازم تبقى بيئه صحيه جدا، لازم من نظافه شخصيه لنظافه بيئيه للتعامل في الكلام وفي الاسلوب للاكل لكل حاجه. هل في مجموعه من الالوان او مجموعه من الحاجات اللي لما تبقى محيطه بمريض السرطان ممكن ترفع نسب الشفاء؟ انا ممكن العب مع ابني في البيت عن طريق الخضار، عن طريق البقوليات. انا ممكن اجيب البقوليات واعمل بيها عن طريق الصمغ والوان كده، بس ان انا اعمل شكل للولد احببه في الخضار من نفسه عن طريق الالوان اللي فيها. يعني انا ممكن اجيب انواع الخضار اللي انا جاي بيها في البيت مثلا للناس البسيطه قوي، عندي جزر، عندي طماطم، عندي خيار، عندي الحاجات دي كلها. طب ما تيجي نعد كام عندنا كام نوع ونعده ونشوف الالوان بتاعته واني لون بتحبه فيه اكتر. الجزر، طب الجزر طعمه ايه؟ تيجي كده ندوق طعم الجزر ونشوف الجزر طعمه ايه. الطماطم طعمها لونها احمر جميل، يا ده لونها حلو قوي، لون الورد. طب تيجي نجرب كده الطماطميه. ممكن عن طريق حاجات بسيطه قوي في البيت، يعني الناس ما تقولش لازم يكون انسان عندي ماديات كبير جدا عشان اقدر اتعامل مع ابني في البيت. لا ابدا، حاجات بسيطه قوي ممكن تتعاملي بيها عن ابنك، تحببيه في الاكل، تحببيه في الحياه، تحببيه في كل حاجه. سلوكيات الام مهمه قوي، عشان كده احنا برده هنا في 57 احنا بنشتغل على الطفل وعلى الاسره. على الاب والام. يعني مش الطفل بس. مش الطفل بس. لا طبعا احنا بنشتغل على كل الاطراف، لازم نخلي الاطراف كلها هي سلسله كلها مرتبطه ببعضها، ما ينفعش حلقه في النص تقع. طيب مريض السرطان معروف ان هو في رحله علاجه بيجي له وقت بيبقى غير راغب في فكره الاكل اصلا، او مش عايز ياكل خالص، ويمكن دي مشكله هتواجه اي ام ابنها بيتعالج بره 57. في اي احنا بنتكلم على مرضى السرطان بشكل عام، يعني ايه هي النصايح اللي ممكن اتحايل بيها على الطفل؟ ومش هتكلم بقى على الطفل اللي احنا ممكن، يعني انت اتكلمت عن مرحله سنيه صغيره قوي الخضار واللون وبتاع، لكن في الطفل بتاع 12 و14 و15 ده اتفاهم معاه ازاي في موضوع الاكل؟ محتاج حد قريب من عقله، من تفكيره، من شخصيته. عشان كده انا بكلم قوي على موضوع التوعيه، مهمه جدا قوي قوي لكل الناس اللي محيطه بكل اللي حواليهم. محتاج الناس يبقى عندها توعيه اكتر، معرفه اكتر، علم اكتر. المحيطين بالولد، اي حد بيقابله في الشارع، اي حد بيقابله في عمله. انا هدي حضرتك مثال بسيط قوي. انا لما اكون ابني في البيت محتاج ان انا اطلب منه كوبايه ميه، لو انا قاعد وحاطط رجل على رجل وبزعق له اقول له اجري هات لي كوبايه ميه، مش هيسمع لي. ابسط كلمه هيقول لي ما تقوم انت تجيبها. لما اقعد جنبه واربع رجليا وانزل لمستواه في الارض واقعد انا قاعده وغير حبيبي ايه رايك تجيب لنا ازازه ميه عشان نشرب منها انا وانت، يلا بسرعه. في فرق في ان انا القي الكلمه على الشخص اللي قدامي زي الشاب بالظبط. هل تفكيري مقرب منه مش تفكيري مقرب منه؟ اللي بيتعاملوا معاه، هل انا بتعامل معاه ان انا شايفه هو ولد مريض وخلاص، ولا هو مجرد شاب وانا راجل كبير فانا ليا مقامي واحترامي، ولا لازم انزل لتفكيره؟ انزلوا لمستوى الشخص اللي بتعامل معاه، لازم تنزل لمستواه. الطفل ما انت لازم تنزل لمستواه.
هو ينفع ان انت تتكلم مع طفل وتعب تتكلم معاه؟ بص يا حبيبي، بلاش نظرية المدرس اللي ماسك خرزانة وبيتعامل مع الولد. لا، في نظرة تانية، طفل بيتعامل مع طفل. انا بحب اتعامل بمبدأ ده، طفل بيتعامل مع طفل، شاب بيتعامل مع شاب، انسان كبير بيتعامل مع انسان كبير، كل انسان وتعامل معاه باسلوب التعامل بتاعه، بس اديله اللي هو عايزه بالصح بتاعك مش بالغلط بتاعه. انا هديك اللي انت محتاجه، زي حاجه بسيطه قوي، ولد عايز يولع عود كبريت، الولد شايفني في البيت وانا بقول له البوتاجاز مثلا بعود كبريت، هو عايز يجرب الكبريت، بس هل ان انا اسيبه وازعق له واقول له كبريت ده غلط؟ هيلف من ورايا وهيولع. برافو عليك. لكن لما انا اجيبه واقعده قدامي اقول له بقى تعالى بص احنا لو عملنا كبريت نعمله ازاي، لازم نولعه كذا عشان نستخدم بيه كذا ونعمل بيه كذا، اديله اللي هو عايزه بالصح بتاعي مش بالغلط بتاعه. اوكي، لان دايما يعني مريض السرطان بيكون مرهق ويعني خلقه ضيق زي ما بيقولوا، يعني ربنا يشفي يا رب كل مرضانا. زي ما احنا قلنا كده، لو هودناه ممكن هودناه بقى في انه مش عايز ياكل، هودناه انه مش عايز ياخد العلاج، هودناه ان احنا هنفتح له الشباك وهو ممنوع يتفتح عليه الشباك، او حاجات كتير قوي، او هنكسر تعليمات. لا، زي ما استاذ مفيد قال، او عم كروان زي ما بيسموه قال، انا بعمل للطفل اللي هو عايزه بالصح بتاعي مش بالغلط بتاعه، وهو ده يعني المحور المهم جدا بتاعنا. عايز اسال حضرتك سؤال، اكيد انتوا عندكم مجموعه كبيره جدا من الابحاث العلميه اللي ممكن تلاقي نفسك طرف فيها من غير ما تشعر، عايز اعرف ايه هي الابحاث دي؟ يعني من اهم حاجه زي ما احنا اتكلمنا في الاول، التغذيه والاكل. الاكل مثلا الولد يقول لي انا ما بحبش اكل اكل كذا، انا مثلا بحب اكل اكل بقى من الشارع. طب ما احنا نيجي نتكلم باسلوب علمي شويه، طب ما احنا بنشرح له الاكل اللي في الشارع ده فيه ايه، اللي موجود بره ده فيه ايه، والاكل بتاعنا اللي احنا بنعمله الدكاتره هنا مشرفين عليه بيبقى فيه ايه. نفسي مثلا اكل كشري. حبيبي انت نفسك في كشري، هتاكل كشري، بس هنعمل لك كشري بطريقه صحيه، الطماطم لازم تكون على اعلى جوده، المكرونه كذا، الصلصه كذا، النسب التوابل اللي محطوطه كذا، الملح نسبته قد كذا، الحاجات دي بنفهمها له. ما هو ده بحث علمي طبعا، دي توعيه طبعا طبعا. حاجات مثلا احنا في الرعايه، الولد رافض طبعا يبقى قاعد لوحده، طبعا ما فيش حد ما غير التمريض والدكاتره، محتاج حد يبقى موجود معاه. انا بخش الرعايه لما يكون ولد عيد ميلاده موجود، بخش جوه الرعايه وبلبس وبتعقم وكل حاجه، بخش ومعايا الجيتار بتاعي واخش واغني معاه والحن معاه ونتكلم ونبتدي. هندي العلاج، هناخد العلاج، ما هو كل ده مرتبط بالبحث العلمي. كل ما نسب الشفاء عندي بتعلى، ده اكبر هدف انا نفسي اوصل له. كل ده بيترتب على البحث العلمي، بنعمل بحث عن الحاله النفسيه، بنعمل بحث عن المناعه، بنعمل بحث عن اكتشافات لو كذا هكذا هكذا هكذا، كل ده مرتبط ببعضه. وفي الاخر الهدف الاهم اللي احنا بنوصل له هو صحه ابننا وصحه ولادنا، ان يوصل لاحسن حاله شفاء. طيب انا بستشعر جدا الحب والموده اللي بينك، وانا شفتك وانت بتتعامل مع الاطفال، حتى وانت مش لابس اللبس بتاعك او مش لابس الملابس المميزه بتاعتك، حاسس ان انت اصلا حاله الحب دي طالعه من جواك انت، هي مرتبطه بشخصك بصراحه يعني، واعتقد ان مش اي حد هيقدر يمارس هذه المهنه او يقوم بهذه المهمه اللي انت بتقوم بيها. لكن بعيدا عن فكره المرح، انا عايز اسالك باسلوب علمي، الضحك بيعمل في الانسان ايه، السليم والمريض؟ يعني قول لي كده، الضحك بيعمل ايه في الانسان؟ مقوله مشهوره دايما، الضحك معدي. جرب كده وانت واقف كده جنب واحد مثلا في المترو في اي حته، بص له كده مثلا بحركه عينيك كده واعمل له كده، ابسط حاجه ممكن هو يشمل شويه بعد كده تاني اعمل له كده، هتلاقيه تلقائي ضحك، يعني حركه بس تلاقي ضحك. الضحك معدي. الضحك يعني بيقول لك كده دايما، لما بتيجي تضحك بتحرك 14 عضله بس في وشك، لما بتحزن عضلات كتير جدا او بتتحرك في وشك. اضحك، افرح، ما فيش حاجه في الدنيا تستاهل ابدا تكشر، ارمي الهموم ورا ظهرك، ارمي كل حاجه ورا ظهرك، اضحك. بالضحك تقدر تضيع اي حاجه، اي حزن في الدنيا. ارقص، فرفش، محتاج ايه من الدنيا اكتر من كده؟ كل حاجه تهون، كل حاجه تعدي. نقدر نقول ان الحزن والتكشيره والكآبه هي احد اسباب السرطان؟ هي احد اسباب، مش هنقول السرطان، احد اسباب كل حاجه وحشه بتخش الجسم. الضحك حلو، بيفرفش الجسم، بيدي روحك معنويات كبيره جدا. ذوي احتياجات خاصه، اللي بيبسطهم ويفرحهم وما عندهم مشاكل في جسمهم، الضحك. ان كل حواليهم بيضحكوا فهم بيضحكوا، فالضحك بيعدل، فبيبقوا شايفين امل، شايفين حب، شايفين عطاء. اضحك اضحك وخلي كل حواليك يضحكوا،
بلاش الناس دايما تغش، انا عارف الظروف صعبه على الناس شويه، بس اضحكوا، الضحكه هيهون كل حاجه ويعدي كل حاجه. عايز ارجع لحضرتك في موضوع مهم جدا، وانت موضوع الارشاد الاسري وعلاقته بعلاج السرطان. اعتقد ان احنا الاب والام محتاجين شويه توعيه، بعيدا عن هم عندهم مريض في البيت، اكيد الاب والام نفسهم ما عادوش في حاله صحه نفسيه. ايه دورك انت في تظبيط الاب والام اللي هم هيقوموا بدور الرعايه بعد كده لمريض السرطان اللي هيكون عندهم في البيت؟ الاب والام طبعا، الاب خصوصا كمان عنده ضغط نفسي بيبقى في الشغل او زور او معيشته اليوميه مع شغله مع دنيته الكلام ده كله. احنا مهمتنا انك تقعد مع الاب، عنده مشاكل نسمعها منه، نبتدي نريحه في المشاكل، نبتدي نديله حلول للمشاكل، نبتدي للام نتكلم معاها ازاي انت تبقي هاديه، ازاي انك تتقبلي الامر بهدوء، ازاي انك تتقبلي الدنيا كده بسلاسه شويه، بلاش يبقى في انفعال زايد، بلاش يبقى في ضغط نفسي عليكي. فاحنا دايما بنمتص دايما منهم. اكتر حاجه بتريح الانسان ايه؟ لما يكون مثلا صديق مع صديقه هو مثلا زعلان او متضايق، يقول له تعالى فضفض معايا، اتكلم معايا، بنخليهم يتكلموا، بنخليهم يفتحوا قلبهم. فاحنا بنسمع منهم مشاكلهم، نبتدي نديهم حل لمشاكلهم، فنبتدي نديهم الفه مع بعض في البيت. لو البيت ما اتظبطش حاله النفسيه للولد هتبقى صعبه جدا. فعشان كده احنا لازم نشتغل على الاب وعلى الام وعلى الطفل مع بعض، لازم كلهم يبقوا متجانسين مع بعض. عشان كده بنحل لهم مشاكل، هدموا مشاكلكم شويه، عندكم مشكله ممكن نحلها لكم، عندكم مثلا في ضغط نفسي هنا ممكن نحله، في ضغط اقتصادي هنا احنا ممكن نوصل لحل، نتكلم مع بعضينا ونديك حل للمشكله بتاعتك. ده لازم الاب والام لازم يكون في حاله نفسيه مرتاحه جدا 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 جدا، وده كمان بينعكس علينا وعلى كل الموظفين الموجودين في 57. موظفين 57 كلهم دايما بيتعاملوا باسلوب هادي جدا وراقي جدا مع اهالي المرضى اللي موجودين في المستشفى. حقيقي عايز اسال حضرتك برضو سؤال مهم جدا، مريض السرطان يعني مريض غالبا بعد العلاج الكيماوي بيفقد شعره، بيفقد ملامحه، شكله بيتغير، دور العلاج بالفن عشان تنسي شكله، او يعني هل الغرف عندكم مثلا ما فيهاش مرايه ما بتخلوش الطفل يشوف نفسه، ولا بتخلوه يتقبل التغيرات اللي طرقت عليه؟ احنا المواجهه احسن حل، احنا بنخليه يقتنع تماما ان سقوط الشعر ده هي حاجه مؤقته، هي حاجه ليست هي بتجملني، سقوط الشعر مش هو اللي بيجملني. بس محدش عارف يقنع طفل غيرك سقوط الشعر مش هو اللي بيجملني، لان احنا في بعض الاوقات كمان انا جيت في فتره من الفترات حلقت شعري خالص، شلته خالص تماما. ولد كان جاي بيقول لي ما انت شعرك عندك في شعرك موجود زي ما هو، وانا شعري تاني يوم كنت حلق شعري خالص كنت موجود. قلت له عشان تعرف ان مش الشعر هو اللي بيجملني، اللي بيجملني انا كانسان، انا ككروان، انا كمحمد، انا كفلان، انا كان اي حد، انت بحلاوتك بجمالك بحبك للناس بحب الناس ليك، هو ده الشكل الحلو اللي انا بتقبله. ما فينا ناس كلنا شكلنا مش حلو، لكن ايه اللي بيحبب الناس فينا؟ انا كشخصي مش كشكلي. فدي نقطه مهمه جدا قوي، احنا لازم نقنع الولد كويس جدا قوي ان الشعر مش كل حاجه، وان دي مرحله، هي مرحله مؤقته، وبعد كده بنتغير بنرجع شكلنا للاحسن. هي دي بقى النقطه المهمه قوي، فانا لازم اخليه يتقبل ان سقوط الشعر ده هو فتره مؤقته، وبعد كده شعره بيطلع تاني بيبقى احسن من الاول كمان، ما فيش اي مشاكل. طيب عايز اسال حضرتك سؤال اخير، لما الطفل ده بياخد بروتوكول، يعني في بروتوكولات علاج كتير بتخلي الطفل يروح المدرسه عادي على فكره ويرجع لكم تاني وياخد العلاج بتاعه ويرجع لكم تاني، الطفل بيواجه بعض المواجهات السخيفه وبعض التنمر من الاطفال في المدرسه وبيرجع لك يعني تاني، وبتحس ان هو اتاثر بالكلام ده، والكلام ده ممكن ياخر من مناعته، لانه اذا اتضايق مناعته هتنزل وعلاجه هيتاخر، انت بتتصرف ازاي كمتخصص علاج بالفن؟ هو احنا بنتصرف بسرعه جدا، بيبقى لان في تواصل دايما ما بيننا وما بين الاسره، لما بتحصل اي حاجه زي كده الاسره بتبلغنا على طول، بيجي يقعد معانا تاني، بنقعد بقى نتكلم وبنقعد نشرح وبنقعد نفهم كويس قوي ان هي دي حاجه مؤقته، لو حصل معانا دروب في الحياه صوابع ايدي مش زي بعضيها، ما هو انا دايما في بيتي حتى في حد بيكلمني كويس في حد مش بيكلمني كويس، في حد بيعاملني كويس في حد مش بيعاملني كويس، احنا لازم نشرح له برضو ان مش كل الناس زي بعضيها، وبنتواصل مع الام والام تتواصل مع اداره المدرسه، واداره المدرسه بتبتدي المدرسين يتاقلموا مع الولاد نفسهم ويكلموا الولاد الموجوده مع اللي موجودين في الفصل. عشان كده بنتكلم دايما التوعيه والعلم، لازم يكون عندهم درايه وعندهم علم حاجه زي كده في المجتمع، فدي نقطه مهمه. ابتدي ان انا اتعامل معاه تاني وابتدي اعرفه وابتدي احضنه وابتدي اعرفه لا هي مجرد حاجه مؤقته، معلش طب ما انت في صحاب ليك وفي صحاب تانيه مثلا مش بيحبوا يلعبوا معاك،
في الطبيعي قبل انت ما تتعب. قبل ما تتعب صحيح. قبل ما تتعب صحيح. وفي اصحاب ليك مستمرين معاك بعد لما تعبت، اشمعنى دول ما تغيروش معاك؟ عشان دول كويسين ودول مش كويسين. فاحنا لا، احنا مش بنقول ما دول مثلا دول مش كويسين ودول كويسين، احنا دايما في تصرفات صح وتصرفات مش صح. مش عايزين برضو ندي انطباع عند الولد ان دايما موضوع الناس اللي مش كويسه لما أوكي. بتخش الكلمه دي عنده بيبتدي يعممها على الناس كلها، لكن في تصرف صح تصرف مش صح، وبنحاول نعلم اللي بيعمل التصرف مش صح نخليه يعمل التصرف صح. فاحنا بدنا نشتغل عليه تاني بسرعه جدا، ونتواصل مع الاسره ونتواصل مع المدرسه ونشوف الدنيا برضو مشكله فين ونبتدي نعالجها. انا بشكرك جدا، استمتعت بيك جدا جدا جدا، واستمتعت بحواري معاك، واكيد كل مرضى السرطان في مستشفى 57 مستمتعين بوجودك وبمرحك وبروحك الحلوه. عم كروان، بتحب اسم عم كروان اكتر ولا مفيد عيسى؟ انا هو كروان مرتبط معايا من 19 سنه، وانا بعشق الاسم ده جدا جدا قوي وبحبه قوي قوي. حلو جدا. عم كروان او الاستاذ مفيد عيسى، ماجستير الارشاد الاسري والتربوي وتعليق تعديل السلوك، و متخصص أو مسؤول العلاج بالفن في مستشفى 57، له دور مهم جدا جدا. أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذا اللقاء، بشكرك على دورك اللي بتقوم به. إذا أعزائي المشاهدين، نستخلص من مجموعة الأبحاث العلمية اللي على أساسها عم كروان موجود من هنا. أولا، في تعديل سلوكي أو في مجموعة من الإرشادات ضروري جدا الأم والأب ياخدوها في حالة إصابة طفلهم بالسرطان. الأم والأب لازم يكونوا أكثر هدوءا وانضباطا، لأن ده له علاقة بالحالة النفسية لمريض السرطان، وبالتالي له علاقة بالمناعة، بإن احنا نقلل كمية الأدوية اللي داخلة لجسم المريض. كل ما بنقللها بندي فرصة أكتر إن احنا ندي جرعات أكبر من الكيماوي أو من الإشعاع، بحيث إن احنا ما نبقاش مضطرين إن احنا نأخر بروتوكول العلاج نتيجة انخفاض المناعة. طول ما المناعة كويسة بقدر أمشي في بروتوكول العلاج في مواعيده. مهم جدا إن احنا نبقى موجودين جنب الطفل ونحسسه بالحب وبالاحتواء. الأطفال الأكبر شوية برضه لهم أسلوب مختلف، وزي ما قال عم كروان أو الأستاذ مفيد عيسى والمتخصص في العلاج بالفن، المواجهة هي أفضل طريقة للتعامل مع مريض السرطان. لازم نواجهه ونفهمه إن اللي بيحصل ده عبارة عن فترة انتقالية، بعد كده بإذن الله هيحصل فيها الشفاء. يا رب بنتمنى السلامة لكل أطفالنا، بنتمنى الشفاء العاجل لكل مرضى السرطان، مش بس في مصر، في العالم كله. لحد ما تشوفكم في حلقة جديدة من أبحاث علمية، لكم مني ومن طاقم العمل كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.